جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. الأخ سالم الوائلي يسأل ويقول: هناك عادات دخيلة وفدت على المجتمعات المسلمة، منها ما يسمى بيوم الأم وغير ذلك، يقول: ما حكم الاحتفال به؟ الاحتفال بيوم الأم عادة أجنبية ناشئة عن عدم المبالاة بالأم، فحتى يبقى لها ذكر خصص لها يوم في العام، بينما الإسلام يدعو إلى برها في كل وقت من الأوقات. كل وقت على الولد سواء كان ذكرا أو أنثى أن يبر أمه، بل الأم هي أعظم الناس حقا، هي تفوق حتى الأب بكثير في الحقوق الواجبة لها على أولادها. فإن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر تضحية، عندما ذكر حق الوالدين ذكر بتضحيات الأم التي قدمتها، فقد قال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. في هذا التذكير بحق الأم أكثر من حق الأب، وفي هذا ما يدل على أن حقها أعظم. وقد جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك، عندما جاء إليه رجل فسأله وقال له: يا رسول الله، أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال له: أمك. قال له: ثم من؟ قال له: أمك. قال له: ثم من؟ قال له: أمك. قال له: ثم من؟ قال له: أبوك، ثم الأقرب فالأقرب. فأنتم ترون أنه ذكر حق الأم 3 مرات، وذكر حق الأب مرة واحدة، معطوفا على حق الأم بثم التي تدل على المهلة والترتيب. ومعنى ذلك أن حق الأم يتضاعف فوق حق الأب، وفي هذا ما يبين كيف يرعى الإسلام. أما المجتمعات الأخرى فإن الأم إنما يكفيها أن تراعى في يوم واحد فقط في السنة، بحيث تذكر يخصص لها يوم في العام. نحن بحمد الله بخلاف ذلك، ولا ريب أن المسلم عليه أن يعتز بمواريثه الدينية ومواريثه القيمية، وألا يفرط في منظومة القيم الإسلامية بحال من الأحوال. الأم تراعى حقوقها في كل الأوقات، لا يخصص لها يوم، وتخصيص يوم لها من دون أيام العام دليل على عدم المبالاة بها في سائر أيام العام. فعلى الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. كم ما قرأنا عن أمهات في المجتمعات الأخرى يقاسين ما يقاسين، يرمين في دور رعاية المسنين من غير مبالاة بهن، ولربما ابنة الأم أو ابنها لا يباليان أن يزورها أو لا يزورها، كما أنها حق الأب كذلك لا يبال به. يحسب الأب أن ترسل إليه بطاقة بمناسبة يوم عيد ميلاده، ويرى ذلك شيئا كبيرا إذا وصلته هذه البطاقة من ابنه، ويرى ذلك الابن البار كأنه من أبر الناس بآبائهم. هذه هي العادات الموجودة عندهم. أما عندنا في الإسلام فإن حق الأم حق مصون، حق مكرم، حق يجب أن يراعى في جميع الأوقات، في جميع اللحظات، لا في جميع الأيام فحسب، بل في جميع اللحظات. فلذلك تخصيص يوم ليكون عيدا لها هو مما ينافي هذه التوجيهات الربانية والتوجيهات النبوية إلى مراعاة حق الأم. وهذه عادة دخيلة، وعلى الناس أن يرفضوا جميع العادات الدخيلة، وعلى الأمهات أن يدركن ذلك وألا يحرصن على هذا. وقول القائل: كل عام وأنت بخير لأمه في مثل هذا الوقت، إنما يعد أنه لا يبالي بها أن تكون بخير أو غير أو أن لا تكون بخير إلا في هذا اليوم من العام. فعلى الجميع أن يتقوا الله وأن يحرصوا على ما فيه الخير. نعم.